افتتح محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد 3 مدارس جديدة بالمحافظة تزامنا مع احتفال الشرقية بعيدها القومي. وتستهدف المحافظة بناء 295 مدرسة للتخفيف من أزمة تكدس الأبناء التعليمية هناك. في إطار استعدادات محافظة الشرقية للعام الدراسي الجديد، قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بافتتاح 3 مدارس تابعة لإدارة شرق الزقازيق بتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة محافظة الشرقية لبناء 295 مدرسة بتكلفة تصل إلى 1 مليار جنيه لتوفير 8000 فصل دراسي بحلول عام 2018 للقضاء على التكدس داخل الفصول وتوفير الخدمات التعليمية في جميع قرى المحافظة. تواصل محافظة الشرقية افتتاح عددا من المشروعات الخدمية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 9 سبتمبر من كل عام. أحمد سامح، أونلاين.